ديانا قولي لي ايه اللي شغال عليه دلوقتي؟ دلوقتي احنا يعني المفروض داخله مسلسل كله شباب كلنا مع بعض، بس مش هعلن عنه عشان يعني لسه ما بدأناش، مع المنتجه الاستاذه منى قطب. احنا ماضينا خلاص وهي مفاجاه، مفاجاه هتبقى حلوه قوي قوي، كله مستنيها ان شاء الله. شفتوا صورتها مع محمد صلاح؟ ايوه طبعا كسرت الدنيا. عظيم. ايه بقى العظيم؟ كان شفتيه فين؟ ده كان في المصيف. كنت قاعده بتشمس. يعني كنت انا طالعه معايا شيماء صابر مذيعه الكوره، وكان معايا رامي صبري بس، وكنا طالعين مع بعض كلنا، وانا قاعده بتشمس عادي جدا ما فيش اي حاجه، بنبص جنبنا لقيناه اتخضينا طبعا. يعني اتخضينا، انا مش مصدقه اصلا، يعني انا في مفاجاه. يعني في الاول يمكن افتكرت انكم بتشبهوا مثلا، بالظبط يعني بعد كده لا يا جماعه ده. واصلا من قبلها بيوم كانوا كل اللي في الاوتيل كانوا بيتكلموا ان محمد صلاح موجود في الاوتيل. فانا بقى ما صدقتش ان هو جنبي، بما فيش محمد صلاح راح قام، تواضع الدنيا تواضع الدنيا، راح قام اول ما شفنا بنبص عليه راح قام، واتقابلنا بقى صورنا مع بعض بقى. صوره جميله، حبيب قلبي. حبيب قلبي. صوره للتاريخ. لا احنا ابتدينا الكلام بايام الجامعه، وقلنا ان ذكريات الجامعه مختلفه من حد للتاني، انما بالتاكيد اللي بيحدد مسار حياتنا هو احنا عايزين ايه. طبعا. يعني يمكن الشهاده وسيله من الوسائل، بس ما هياش الوسيله الوحيده خلينا نقول. وبتوع التنمية البشرية هم أكتر ناس ممكن يكلموك عن الموضوع ده، إزاي يعني تكبر من قدراتك وتوسع قدراتك عشان الحياة. طبعا صح. لازم ننجح كلنا. أهلا وسهلا بكم ونجاحكم، معاكم الدكتور أحمد رمزي، أفضل دكتور تنمية بشرية في مصر. حضرتك أنا عايز أعرف. غلط، اسمها أنا عارفة. أنا عارفة. اغلط مرة واثنين وتلاتة وعشرة لحد ما تتأكد إنك فاشل. في طريقك للنجاح صاحب عدوك وعدي صاحبك، زاويهم. لازم دايما يبقى عندكم خطة بديلة. ولو فشلت جربي غيرها. ولو فشلت جرب تاني. ولو فشلت اغضب، اتحرك، اقدر، احلم، احلق. هقول لكم على حكمة، لو كسرت الحديدة هتفضل حديد، لو سيحتها هتفضل حديد برضه. خليك مهما يحصل لك من مشاكل زي الحديد ثابت. بس الحديد اهو بيصب. ما هي الاسئله دي بقى اللي بتخليك فاشل. لازم تحول الفشل لنجاح، واليأس لعزيمه، والمنديل كلمة. لازم تحول الفشل الى نجاح، واليأس العزيمة الى عزيمة. مرة تانية بشكر ثلاثة من الوجوه الشابة وصناع المحتوى اللي اثبتوا جدارة في الفترة الاخيرة، ديانا هشام، محمد مولى، واحمد رمزي.